العادي مع الشيف شادي اليوم مطلوبة أو وحدة منه مطلوبة وحدة لا. المطلوبة هو كيك جوز الهند. صرنا على أكثر من 10 مرات عاملين وصفات بجوز الهند، من أقراص جوز الهند لعملنا المافنز، عملنا كثير أشياء ما راح نعدهم، حتى النمورة مع جوز الهند وغيرها وغيرها وغيرها. اليوم كيك جوز الهند. كيف نحن بنجي بنعمل اليوم كيك اللي هو سبونج كيك العادي يلي بعدين بنحشيه بنعمل منه فورنوار او فول بلون او 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 او، اليوم رح نعمل شيء مطابق له، شيء قريب له، مش مطابق قريب له، اوكي، بس طعمته جوز الهند بامتياز. وانا شو عملت؟ ضفت عليه شغله كثير حلوه غاليه شوي، معلش بس عن جد بتحسوا حالكم عم تاكلوا جوز الهند بكل معنى الكلمه. هلا بنحكي عليها. وكمان عم بعمل وصفه اللي هي جابانيز كروكيت، يعني كروكيت بيعملون وين؟ باليابان. هلا انا قلت كروكيت باليابان فزعنا، شو بدنا باليابان؟ بس هني نحن بنعمل مثلهم هون، يعني مش انه هالاختراع الكبير، هني ضايفين بضيف عليهم شويه صويا بقلبهم، نحن فينا نحط شو ما بدنا. فانا بدي اسميهم نوع من البرجر، اوكي؟ نوع يعني نوع من الخلطه، مثلا فينا نسميها بولبيتي، فينا نسميها بولز او ميت بولز، مثلا باني، يعني فينا نسميها اي شيء ثاني، بس هنا الحقيقه هني جابانيز كروكيت. هلا كمان بنشوف كيف بنعملهم. انا عندي شغله، انا هلا عم تغلي على النار، حطيتها قبل، صار في خيانه اليوم، من العاده ما بعمل شيء من قبل، بس اضطريت لانه بدي هالبطاطا اللي عم ينسلقوا لكل العالم فيهم يعملوهم ينسلقوا، فانا اجي اطحنهم وبدي اياهم يبردوا، اذا ما بردوا ما رح تنجح معي الوصفه 100%، يمكن ما يبردوا عندي، ما عليه، انا مهم وصل الفكره، اوكي؟ تقتنعوا من الفكره، واذا ما زبطوا معي مزبوط انتوا بتكونوا اخذتوا الفكره المضبوطه تيزبطوا معكم. انا كثير من الايام بيجي بعمل كيك وبقلكم قبل ما اجي انا مثلا اقلب الكيك قلكم هيدا ني، بس بدي اقلبه، بدي اتحديه، مش لانه ما بدي، مشان فرجيكم كمان انه عن جد بده ال 40 دقيقه وال 50 دقيقه، بيستوي من برا بيستوي من جوا، فما عليه، المهم تاخذوا الفكره وبعدين تسمعوا الكلمه، يعني خذوا الكلمه، خذوا الحراره، خذوا الوقت واشتغلوا على هيدا الاساس. رح بلش انا اول شغله، اوكي، بس من دون ما نضيع، رح انا اجي احط بجوز الهند او كيك جوز الهند، رح نحط، رح نبلش بكبايه من السكر. ليكو انا هون في عندي كبايه، هاي كبايه وعندي هاي كبايه، اذا انا بدي بلش بهيدي الكبايه مع انه اكبر طلعوا وانصح، مزبوط؟ طيب اذا انا بدي بلش بهي بدي انتهي بهي، لانه عندكم مشكله. انا مش يومين كنت عم شوف انه حتى يعني كنت عند بعض الجيران او بعض الاصدقاء كبايه، يعني يلا اي كبايه، هيدي توسخ مثلا بالطحين لانه حطت فيها زبده، بتروح بتجيب كبايه ثانيه اللي هي مش نفس الكبايه وبتقول ما عليه، اوكي؟ هيك نحن خاصه بالكيك وبالجاتويات، يعني بالاشياء الحلويات اللي لازم نكون دقيقين جدا، اوكي، بكميه المقادير، والا ما بتنجح معنا الوصفه بطريقه مضبوطه، اوكي؟ ليك انا شو رح اعمل انا هلا هون؟ رح اجيب، رح نبلش بهيدي الكبايه وننتهي بهيدي الكبايه، كبايه من السكر، اوكي؟ مع نص كبايه من الزبده. الزبده بدنا نستعملها، بدنا نستعمل زبده طريه، اوكي؟ حراره الغرفه، مش زبده سايحه او زبده تكون جامده. هيدي كبايه من السكر بنحطها هون، ما في شيء ابدا هون ابدا، نرجع هيك. وهون انا عندي 200 جرام من الزبده اللي هن اذا انا بدي حطهم هودي ال 200 جرام بقلب الكبايه اكبسهم بيطلعوا كبايه، انا بدي نص كبايه اللي ما عنده ميزان، او هيدا القالب هو مثلا، مش مثلا، هيدا 200 جرام بدي نصه، يعني انا بجي هيك على نصه لهيدا القالب هيك على القد، بدنا سكين يا شيف شادي، اوكي؟ بهالطريقه بجي انا بحطهم دايبه، وطلعوا كيف يعني حراره الغرفه، يعني الزبده انا مش قاسيه عندي ولا سايحه انا عندي. سكر حراره بلش. بدنا هلا نجمع الكبايه من السكر مع نص كبايه من الزبده، اوكي؟ يعني حوالي 220 جرام من السكر مع 110 جرامات او 100 جرام من الزبده. بعد شوي صغيري بدي اضيف عليهم انا ربع كوب من الجوز الهند، برج جوز الهند، بعدين بنتقل على الطحين، بعدين على البيض، بعدين على الشغل اللي حكيتكم عنها، بعدين على البيكنج باودر، بعدين على الفانيليا. بس قبل خلوني انتقل للناحية الثانية وبنرجع لعند كيك جوز الهند. بحكي كمان هون وقت شوي حتى نسمع على بعض ونرجع.
بان. لكن هون انا عندي الزبده والسكر عم ينتحروا، هون عم نعمل وصفه ثانيه. هلا بدنا نعمل نحن هل جابانيز يا شادي اللي هم برجر خلينا نسميهم او كروكيت اللي بدكم اياه. شو لازم انا اعمل؟ لازم يكون معي 3 اقراص من البطاطا، بقشرهم بغسلهم بقطعهم بغليهم بس يستويوا. شو استويوا بس؟ روح عليهم شوي بس يستويوا. انا بدي اجي صفيهم، بس صفيهم ساعتها صاروا مستويين. رح دغري انا هلا شيلهم بالطريقه، صفيهم ودغري هن وسخنين يا شيف شادي. بدنا نجي اوكي نفرمهم، طلع هون هيدي هون، جينا صفيناهم كلهم سوا، بنشيلهم هيك كمين، صاروا مستويين انا عندي. هلا دغري انا بدي احطهم انا على هالخلاطة اليدوية خلينا نسميها او المطحنة، لانه هلا في منهم كهربائيات فينا نشتريها، انا عندي اياها ما بحب استعملها كتير، ما كتير بحبزها، ممكن لانه بتمغط لي البطاطا، بصير البطاطا انا عندي هالاميدون، انا بس اجي انا افرمه على الكهرباء اوكي بسرعه بتلاقوا انه صارت عندي البيري او صارت عندي البطاطا او كبه البطاطا صارت عندي عم تمغط. فانا بفضل بعدني هيدي الاله اليدويه، انتم اعملوا اللي بدكم اياه اوكي. بس قبل رح ولع هون انا اوكي هالطريقه، ولعنا كمان تحت المقلي. رح قبل ما اجي افرم البطاطا رح انا اشتغل باراليل بصلي، طلعوا كيف رح انا اعملها تكون كتير كتير هالبصلي اوكي، يعني قد ما فيني انا ناعمل البصلي، طلعوا كيف نعمي 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 نعمي، شايفين؟ بنرجع كمان شوفوا كمان كيف عملت بالنص الثاني، نجي نحن ننزل فيها بهالطريقه كمان نقطعها 1 2 3، بنجي نحن نفرم ناعم ناعم. وانا اخترت البصله الحمراء الهنديه اللي انا بحبها كمان اوكي، كتير بتعطيني هالطعمة الانار وبتعطيني اللون الحلو اوكي. النار شاعلة تحت المقلي اللي عندي، شوف شادي بنشيل عندي كيف الزبدة والسكر ماشي حالكم تمام. عندي كمان زيت الزيتون على المقلي الحامي، 1 2 3، صاروا حاميين زيت الزيتون، لا المقلي حامي مثل العادة. رح احط الزيت انا هلا هون، ورح احط كمان البهار هون، نسينا ما نحطهم من الاول اوكي. ملتيين بجوز او الكيك جوز الهند، طلعوا كيف 1 2، واو صارت البصلة قدامي هون. وعندي اكيد لحمة مفرومة، هلا بتشوفوا شو رح يصير دغري. هلا بنشيل هون هالملقعة الخشبية، خليني اسرعها شوي معليه. لكن بصل رح البس انا الكفوف احلى ما ندخل الطعمات ببعضها. بصل بصلي وحده، زيت زيتون او زبده او سمنه، بحط عليهم وقيه يعني حوالي 200 250 جرام ماكسيموم من اللحم المفروم خشني، بقر او غنم مدهنه او مش مدهنه، انتوا اعملوا اللي بدكم اياه، مهم تكون لحم مفرومه، حتى اذا بدكم ممكن يكون الدجاج مفروم او السمك مفروم، يعني بصير عندنا الكروكيت او جابانيز كروكيت اوكي، او جابانيز فيش كروكيت يعني سمك، او ميت كروكيت او تشيكن كروكيت مثل ما بدكم انتم. وهلا انتم ما تحترقوا يا بصليات، رح اجيب لكم اللحمه هون، انا جايبها هبره 100% اوكي. رح اجي احط انا هال 200 جرام فوق اللحمه بهالطريقه، وبلش انا قلزهم، طلعوا هلا بس تستويوا انتو دغري. وين رح احطكم؟ رح فرجيكم وين رح احطكم. يلا بطاطا بطريقة، طلعوا كيف. اها مين قال لك انت بهدلين قدام العالم اليوم؟ لا اوكي ها. بلشنا اوكي بهالطريقة نفرم ناعم ناعم، ينزل عنا هالبطاطات اوكي. بدنا كمان كنا نعمل شغله، نبلش نعملهم. يلا يلا ها بلشوا،
هون كمان اللحمة انتبهوا على ثلاثة عم بشتغل ثلاث محلات ما على شيء. اوكي راح اجيب كمان ملقة خشب حتى ننزل البطاطا. راح ارجع كمان لعندكم ثانية. اوكي ثلاث بطاطا كمان حضرتها لعندي شايفين كلها سوا مبينة كيف. دقيقة بس لحمة مع البصل وحطينا هون كباية من السكر مع 110 جرامات من الزبدة يعني نص كباية من شو؟ من الزبدة. وهلأ منروح على جوز الهند كباية مثل العادة، منروح على نص كباية أو ثلاث أرباع الكباية من جوز الهند. شوفوا شو عم بيصير هون بننزلها فوق الزبدة أوكي وفوق السكر. هلأ نجي أربع بيضات نعمل بهالطريقة، نكسر هون البيضة، طلعوا بيضة لحمة بيضة لحمة بيضة لحمة وهيدي بيضة وهيدي لحمة. كيف الوضع؟ سبعة وعونة قوية كمان قد ما فيني ما خلي اللحمة تترك ميتها كلها لأنه النار القوية ما بتخلي اللحمة تنسلق ما بتنقلها. أوكي وهون عندي كمان البطاطا، لكن لحمة بطاطا بيض عم نشتغلها. هلا برجع بشرح عن جديد ما حدا يضيع. أوكي لكن عندنا ثلاث راس بطاطا انسلقوا، هلا أنا عم بفرمهم وراح حط لهم. طلع هون شو راح يصير؟ واو كمان راح احط لهم بعدين مع ثلاث اقراص 50 جرام من الزبده بقلبهم. هلا بتشوفوا كيف. رجع لكم اللحمه مع البصل عم ينقلوا، ما حطينا لا بهار لا ملح بعد لا شيء ابدا لا صويا لا شيء. واو بلشنا الاربع بيضات. اول شيء حطينا كبايه من السكر، نص كبايه من الزبده، ضفنا ربع كباية من جوز الهند البرش، أربع بيضات منبلش حطيناهم وقوينا شوي. كان أربع بيضات، كباية من السكر، نص كباية خلينا نقول من الزبدة، وربع كباية من جوز الهند. فينا نحط يا شيف شادي نص كباية من جوز الهند؟ نعم. فينا نحط ثلاث أرباع الكباية من جوز الهند؟ نعم. بس أنا ما حطيت لأنه دخلت شيء اسمه الكوكونات ميلك اللي هو جوز الهند او حليب جوز الهند، سعره 4000 ليره لبناني. اوكي صحيح هي للوصفه بيدخل لها كبايه من الحليب العادي، بس انا دخلت لها كبايه من الحليب جوز الهند، هيك انا بستغني شوي صغيره عن جوز الهند وكمان وبتعطيني طعمي هائلي بتجنن. رجع لكم اللحمة راح تصير أنا عندي إياها كمان جاهزة بهالطريقة. واو رجع لعندها وأنا عندي البطاطا. هاي ما تشوفوا اللحمة وعم تشوفوا البطاطا. أوكي رح نفرمهم كلهم سوا طريقة حلوة. رح شيل أنا هيدي لورا. خلصنا منها صار عندنا بطاطات بكفوا هيك ولا برجع بفرم الباقيين. بس رح اعمل شغله، رح جيب لهون مثل ما حكيت 50 جرام من الزبده. يعني انا بجي هيك 50 جرام من الزبده هيك، هيدي 50 جرام حطيناهم، وبجي انا كمان بملعقه خشبيه. اوكي غير هيدي رح شيل هيك. طلعوا صار عندي هون البطاطا السخنه مع الزبده. شو عملت يا شيف شادي؟ طلع واو بعد ما قصن ملح بهار جوز الطيب وشويه حليب بيعملوا بيوريه، بس انا ما راح اعمل بيوريه. انا هون الزبده خلطتها مع البطاطا وهلا بتركن تيبردوا قبل ما اضيف عليهم اللحمه اللي انا عندي هون مع البصل. هون هيك مع البصل بهار وملح. اوكي هونيك طيب انا راح احط البهارات هلا، بس ما راح احط الملح بطريقه انه
الملح بيترك لي مثل ما بيقول الشيف شادي دائما بيترك لي المي تبع اللحمه، اما البهار وانا عندي البهار الاخضر عم نجي نحن شو نعمل؟ نطحنه فريش ولا اطيب من هيك، جربوها. واو اللحمه هون شو بعمل هلا يا شيف شادي انا؟ بجي اول شيء هون وضع كيف سوا؟ واو بجي انا هلا هون بدي احط لها صويا بس بنطر حتى تبرد على القليله دقيقتين ونص، هيك بنكون كمان شفنا بعض الاعلانات. باي. احبائي اهلا وسهلا فيكم للفقره الثانيه اليوم مع الشيف شادي. بلش الشيف شادي يصنع كيك جوز الهند وبعدين انتقل بين هونيك وبين هون بين هونيك وبين هون. شو عملنا بهالوقت؟ جينا سلقنا اوكي ثلاث راس بطاطا وما بعد ما سلقناهم صفيناهم هن وسخنين، نحن جينا فرمناهم او طحناهم اوكي ناعم ناعم، ولثلاث راس بطاطا حطينا لهم 50 جرام من الزبده. خلينا نشوفهم قدامنا شو عملنا لكم هن بطاطا، وبدنا ننطرهم يبردوا يا شيف شادي شوي صغيره، لازم يبردوا كثير مش شوي. اما بالمقلي هون زيت زيتون حطينا من البصل الاحمر اوكي الهندي، فيكم تحطوا ابيض فيكم تحطوا اصفر مش ضروري الهندي اوكي، مع واي من لحمه البقر المفرومه المش مدهنه، اللي بده اياها مدهنه، اللي بده اياها دجاج، بده سمك، اللي بده اياه يعمل اللي بده اياه. لحد هلا ما حطينا بعد ملح على اللحمه، حطينا بس بهار ملاو بوابر اوكي، وناطرين يبردوا راجعين لكم اوكي. اما هون لهلا قوي شوي، اما هون شو عملت؟ حطيت اول شيء كبايه من السكر مع قديش من الزبده، نص كبايه يعني 110 جرامات من الزبده، ضفت بعدين عليهم انا ربع كبايه من جوز الهند، وبعدين اربع بيضات وجينا خفقناهم عم يعملوا لي هلا مثل الكريم، صاروا مثل الكريم. شو بعمل انا هلا؟ بدي 2 كوب دائما نفس الكوب ما بنغير الكوب من ال وين الملعقه؟ من الطحين، هاي الكوب هون. اول شيء تنخلص هاي الوصفه وبعدين ننتقل تنحطها بالفرن، وبعدين بيكونوا برضو عندنا اللحمات والبطاطات مشان نعمل الجابانيز ميت كروكيت. كمان هون الطحين اللي هن برجرز تبع الجابانيز فينا نقول، او فينا نقول اي نوع من البولبيتا بقلبها ما في اي مشكله اوكي، او فينا نقول ميت بولز بعدين مقليين، يعني ما نعقد المواضيع كثير اوكي. طلعوا شو راح يصير هون، هودي كبايتين من الطحين مزبوط قدام عيونكم، وبنجي بنخلط من اول شوي. معلش يا انا بدي اسرع الموضوع، انتم على مهلكم خاتعشن على مهلنا. واو صار عندنا كريم، راح نفرجيها هلا على الكاميرا بقول لكم هلا وين صرنا اوكي بهيدي المرحله. راح شيلها شوي راح اعليها اوكي، الطحين كله سوا نزل صار عندي مثل كريم. ها راح نقربها كمان على الكاميرا وارجع فيها لهون حتى لو بتاخذ معي وقت معلش اوكي. طلعوا كيف، ها طلعوا ليكوا كيف صارت عندي الكريم، شايفين بهالطريقه حطينا الطحين برجع نزلها اوكي. خليني احرك تنزل هيدا اللي حطيته على اليمين وعلى الشمال، لانه احنا ما لازم نوقف بس وقفنا مشان نفرجيكم باي مرحله نحن هون بنزيد حليب جوز الهند. راح ارجع حط اوكي، ارجع اخفو سرع شوي ما عليه. هون بنجيب ملعقه صغيره نروح على البيكنج باودر، نفتح ملعقتين صغار بيكنج باودر، سكر، نروح على الفانيليا او برش حامض برش ليمون نوع من الالكول اذا بتحبوا ما في اي مشكله، ملعقه اوكي صغيره وشوي او ملعقتين صغار او نص ملعقه صغيره حسب انتو لقوه الفانيليا بدكم اياها، ما تكتروا لانه بتمرمر معنا مرات اوكي. هالطريقه حتى هون وبنرجع صار عندنا بيكنج باودر وفانيليا العجينه. هون يا شيف شادي كبايه من حليب جوز الهند، العلبه الوحده من حليب جوز الهند بتعمل لي هيدي الكميه، يعني بتعمل لي حوالي القالبين من الكيك، وفيني اشربها هي وبارده ولا اطيب من هيك. يا شادي يلا
سكره بخفق حوالي دقيقتين رح ارجع ارد كله لمحله بهالطريقه حتى نكون نحن هون فتحين محله حليب هون كل شيء اوكي قدامنا وهلا منشوف العجينة كيف صارت الفرن عندي شاعل على 180 درجة صار له حوالي واو صار له حوالي الربع ساعة شاعل اوكي يعني اذا اوكي بطفي انا هلا هون قبل شوي لا نشيلها برا بشوف شو هيدي نشيل هذا لبرا شو هالريحة ريحة كتير هائلة اوكي كله سوا نعمل بهالطريقة هيك منجيب كفكير صغير بايدينا او منجيب هيك طلعوا هون حرك صار عنا هالعجينة اللي انا عندي اياها بتعقد هون عندي قالب في عندي قوالب صغار مثل هودي فيني استعملهم تبع المفنز اذا بدي رح نستعملهم بعد شوي وعندي قالب كمان تاني عادي فيني استعمله اي قالب فينا ندهنهم اول شيء بالزبدة بعدين نرشهم بالطحين كما انه انا عندي من الباتر سبراي اوكي اللي هن كمان فيكم تشتروها كمان هيدي القنينة كمان بتسهلنا حياتنا شوي ندهن بهالطريقة بنرش مزبوط نحط الكيك تبعولنا هلا هيدا الكيك صعب انه يجهز معي اليوم بس انا رح اقلبه بعدين اوكي سمعنا الكلمة اما هون رح يجهزوا معنا اوكي انا من العادي بستعمل القالب المطاط اللي عندي بس اليوم حبينا نشتغلها بهالطريقة تطلع كمان اشكالهم حلوة مسكر شغلة سهلة كتير ونجي لهون احنا منبلش رح حط شوي صغيرة لانه هو بتنفش معنا طلعوا كيف بس كمان هون كتير هيك كترنا معلش سوري على ما هلكن مزبوط هيك فيكم تختاروا كمان الكفكير الاصغر هيك بتاخذوا الكمية المزبوطة كمان واجي انا اعملهم صغار هيك كمان اذا عندي عيد ميلاد واحد من الاولاد عندي بالبيت كذا بدي اعملهم صغار كل واحد ياخذ وحدة كمان شغله بتعقد اما اذا انا بدي اعملهم كبار بدي اعمل كيك بعمل كيك بهالطريقة كل طحين فايت كمان بقلبها وكمان مش هيدي الطريقة انتبهوا هاي طريقة من الطرق لتصنيع مثل ما سمعتوني او تحضير نوع من انواع الكيك على جوز الهند فيكم كمان ما تحطوا حليب جوز الهند تحطوا حليب عادي فيكم كمان ما تجمعوا الطحين معهم بالاول تجمعوه بعدين مثل ما بنعمل السبونج كيك اوكي ساعتها كل واحد لانه في كذا وصفة او فيكم كمان بالاخر تحطوا كمان جوز الهند ليكوا صرنا عنا هون كل شيء طلع رح شيل الكفوف من ايدي هيك بهالطريقه رح كمان نجي لهون يا شيف شادي ننظف شوي صغير البورد اول شيء بنعمل هيك خلصنا نظفنا البورد شوي هون نظفنا هيك بعقده كمان ضربناهم نتفه ودخلناهم على الفرن على حراره 180 درجه القالب هيك وهيدا كمان القوالب بهالطريقه هيك خط بعضهم هو اكيد رح يستوي معي هذا رح يضل يمكن اوكي يمكن يضل عندي معي انا رح اول حراره شوي عليه وانت يجهزوا عندي بسرعه بس انتم 180 درجه ماكسيموم 20 دقيقه اذا كانت الكميه هالقد اذا القالب اعلى بده بين ال 25 و 30 دقيقه الحراره من تحت وبعدين من فوق شو دقيقتين ثلاثه مش اكثر من هيك اوكي بدي ارجع عيدها على مهلي لاخر مره كباية من السكر مع نص كباية من الزبدة او 220 جرام من السكر مع 110 جرامات من الزبدة ضربناهم سوا زدنا لهم ربع كباية او نص كباية من جوز الهند مع بعضهم وضفنا لهم بعدين اربع بيضات خفقناهم كلهم سوا ضفنا لهم كبيتين من الطحين خفقناهم مزبوط بعدين ملعقتين صغار من البيكنج باودر ملعقة صغيرة من الفانيليا او ملعقتين صغار من الفانيليا مثل ما بدكم انتو او برش حامض برش ليمون نوع من الالكول وبالاخر ضفت لهم كباية اوكي من حليب جوز الهند حطيناهم بالصينية بهالطريقة حرارة 180 درجة الوقت بين 20 و 30 دقيقة حسب كمان الكبر انا هلا الصغار اللي حطيتهم هون مثل المفرنز رح ياخذوا معي 12 دقيقة 10 دقائق اوكي حسب الكمية اللي انا حاططها بقلب القالب وكبر القالب
كل شيء اوكي؟ يلا بدي بس هلا احبي قبل ما انتقل خلينا نشوف هلا نحن هون على البولبيت اللي عملناهم بلش يبردوا معلي رح احط اصبعي فيهم مع انه شلنا الكفوف اوكي بعدهم شوي صغيره سخنين وهون اوكي رح اضيفهم معلي حتى لو بعدهم سخنين شوي رح اضيفهم انا رح اضيف اللحمه طلعهم هذا اللحمه مع البصل بعد ما حطيت ملح هلا بنظبط الموضوع اوكي رح ضيفهم على البطاطا مع الزبدة يعني صار عندي هون زيت زيتون وبصل ولحمة وبطاطا وزبدة وبهار أبيض نخلط يا شادي طلعوا شو عم بيصير نخلط يا شادي بس يا شادي لازم تطعمهم بشي يا شادي إذا هيك بتقدمهم يا شادي ما رح يطلعوا طيبين لأنه ما حطيت لهم شي بهارات ما جيت هيك عملت لنا شي شغلة مثل العادة أعشاب عطرية يا شادي بهار يا شادي يعني هالقصص كلها طلعوهم هالعجينة اللي صارت عندي برجع بعيد انه سخن لازم يكون باردين وبتعملوهم بهالطريقة اوكي بليز برجع بعيد ثلاث اقراص من البطاطا مسلوقين مهروسين مع 50 جرام من الزبدة بعدين تضيف عليهم وقية من اللحمة المقلية مع بصلة وحدة حمراء او بيضة او صفرة شوية بهار هلا بنزيد عليهم الملح والاعشاب العطرية وكل الحكي اللي حكيناه قبل بشوي هون انا عندي يا شيف شادي واو عندي هيك شوية روزميري هلا بدي افرمهم وراح اجيب انا هون كمان هلا شوي صغيري هون من الملح طلع هون ملح شوي صغيري واو من الخزيري من عندي عندي اوريجانو يعني بمعنى اللي عم بعمله بمعنى انه فيكم تعملوا اللي بدكم اياه اي نوع من البهارات حسب انتو شو بتحبوا بس بيضيف شغلي هلا هني بيضيفوها انا رح احط هلا بابريكا هون بابريكا مش بابريكا هون قرفة وشوي صغيرة من الكزبرة رح اجي احطهم هون هيك بهالطريقة هون واجي حركهم والشغلة اللي هن بيحطوها هي الصويا سبحان الله نحن عنا بلبنان دبس الرمان هن عنا عندهم الصويا ها وهيدي هون من الصويا بقلبها ونجي نخلط شفتوا كمية الملح انا حطيتها قليلة لان الصويا هي مالحة فهيك بتتركوها للاخير واو يا شادي شو هالعجينة الحلوة اللي انا هلا بدي بلش اوكي بعد شوي اعمل منها كريات هيدي الكريات اللي انا بدي اعملهم منها رح نعملهم باني شو معنات كلمة باني من العادة نحن بنفهمها انه طحين بيض كعك مطحون مزبوط هلا هيدي بنفهمها هيدا الباز هلا اللي بده يغير كعك المطحون يروح على انواع تانية مثل الكورن فليكس مثل الخبز المطحون او شغله من هالنوع او مثلا تستعملوا انواع من الطحين غير الطحين اللي عندنا مثل طحين التمبورا او شغله معينه تانية انتم اعملوا ساعتها اللي بدكم رح انا هلا احط الكفوف بايدي رح نبلش نعمل الكريات اللي بدنا نعملهم اوكي نحط كفوف عن جديد ونبلش بهالوقت معلي خلوها شوي صغيره اذا بتريدوا انا رح ولع هون تحت الغاز حتى بس الزيت احنا عندي مشان اقليهم بعد شوي اللي بدي اعمله هلا رح نشوف مع بعض كم صورة من الصور يلي بعتولنا اياهم مشان الجزرية اوكي لهذيك المرة كمان عملناها شغلة كتير حلوة F5 يا شادي انا لكم شو عندي الشكشوكة رح امر عليها بسرعة بس بدي فرجيكم شو انا محضر لليوم اذا صار عنا وقت البسكوي على شوكولا نقعد الطوق براونيز لقمة القاضي اللي هي العوامات كيك جزر هند انا قدامي اوكي معمول هودي كمان معمول المالت طلع رح شوف الصور بعدين رح ناخد بعض الوصفة طلعوا هيدي كمان صورة كتير حلوة كتير ميرسي يا مدام اللي بعتي لنا اياها صورة تانية كمان مصورتها يعني تصوروا بالمطبخ عم يعملوا اشياء عم يصوروا لنا اياها اللي بعتوا لنا اياهم كمان هون يا شيف شادي ليكوا هالصحن الحلو اللي كمان عاملين ثلاث طعمات جوز الهند فستق الحلبي وبعتقد هيداك بده يكون جوز اوكي هون بقلب المقلي عم نعمل الجزرية شكرا كتير لكم كمان هون عملناهم شو حلوين واو هيدي النتيجة بالاخر بتعقد اوكي لكن هلا بعدين احبائي رح نرجع اوكي بعد شوي صغيرة او نرجع لعندي هلا
بعد شوي رح نرجع نكتب بعض الوصفات، بس خلوني هلا شوي صغير ندقلش حالنا، نشوف الفرن، نروح على البولبيت اللي عم نعملهم، هالبرجرز اللي عم نعملهم، هالبولبيت خلينا نسميه الكروكيت جابانيز او جابانيز ميت كروكيت. واو، بدنا نشوف. بلشنا؟ شفتوا احبائي؟ الصغير مثل الكبير، انا هون بس عليت شوي الحراره حطيها ارجع عن جديد، ما علي. انا ما بدي يحترقوا من تحت، اوكي؟ حتى بس ادي اقلبهم يطلعوا حلوين. اما القالب عندي بعد شوي صغير ما حس كثير لانه كميه كبيره، اوكي؟ بنسكر وبننتقل هلا سوا تنعمل هالجابانيز ميت كروكيت. شو ما نعمل اول شيء؟ بده يكون عندنا شوية مي، العجينة بتكون عندنا اياها جاهزة، بهالطريقة، اوكي؟ شو بنعمل؟ بنيجي نحن بدنا نعمل هالبولبيتي مبرومين ونجي بدنا نعملهم بانيه، تنعملهم بانيه بده يكون عندنا طحين، بده يكون عندنا البيض رح يكون محله هون، والكعك المطحون هون، والزيت عم يحمى عندي. اوكي؟ لازم نطلع بريك؟ لا، بعد بكير. يلا حلوين، ليكوا شو حلوين. نجي لهون، ايدنا بالمي، حطينا ايدينا هيك، اوكي؟ بنجي نحن نجي نعملهم بول. سبعة؟ بدكم نعملهم كبار او صغار مثل ما بدكم، انا عم عملهم كبار شوي صغيرة، لا اول شيء كلهم مستويين، يعني كل الاشياء الموجودة هون مستوية، رح اعملهم انا كبار شوي، طلعوا كيف؟ تبقى بعد انا حاسس تحت ايدي انهم سخنين يا شيف شادي، اوكي؟ بس رح نحن نجرب، اوكي؟ نرجع هيك، نعمل كم وحدة، كمان حلوين بالطريقة، نجي كمان هون، ونجي نحن بدنا نجرب وحدة، نجرب وحدة، إذا زبطت معنا أحبائي بنكفي، إذا ما زبطت معنا بدنا ننطرهم طيب بردوا، كيف بدنا نجرب وحدة؟ أول شيء أنا هلا بدي بيضتين، رح أجيب هون، أول شيء خلينا نحن ننظف إيدينا يا شادي، أول شيء بنجيب البيضتين الموجودين أنا عندي، نحطهم، أول شيء بدنا نخفقهم هون هيك، هيدي هون بيضة، هيدي هون كمان بيضة تاني، وبجي أنا حطهم ورا، بدنا نخفق البيضتين، فينا نخفقهم بالخفاقة، يعني فينا نخفقهم نحن بالخفاقة اليدوية، أوكي؟ أوكي اللي هي الفوتيه، أو بنجي نحن على شوكة عادية، اللي عنده شوكة طلعوا، كمان اللي عنده شوكة هذه ورا مرة عملناها أو قليل إنه عملناها، في كمان يشتغل هيدا الشغل اللي أنا عم بشتغله، أوكي؟ وبتدخلوا لهم ملح بقلبهم، بتدخلوا أنا اللي رح دخل هون، أو اللي كمان اللي جابانيز بيعملوه بيدخلوا هون من الصويا كمان. أو فيكم تدخلوا جوز الهند، فيكم تدخلوا ملح، أي نوع من البهارات اللي بدكم إياه، طلعوا كيف؟ وبجي أنا بدلقهم هون، تصير أنا عندي، أوكي، هالمزيج اللي أنا بدي أعمل فيه هالبني. رح نجرب وحدة، وبنرجع للباقيين. طلعوا شو رح يصير، أنا عندي هودي كمان هون هيك حلوين. الزيت كيف؟ رح نقوي تحت الزيت، إجي أنا، إلي كمان رجعوا نضاف، شوي صغيرة من المي، طلعهم، طلعوا. شايفين شو حلوين؟ برجع بقول هودي كلهم مستويين، يعني البطاطا مستوية، كل شيء مستوي، بجي انا هون على الطحين، طلعوا. بعد الطحين بروح على البيض. من بعض البيض منيح، طلعوا، بروح انا لوين؟ على الكعك. وهون بالكعك بنبلش نحن نظبطهم مثل ما بدنا، اوكي؟ بنعملهم حلوين، بيتظبطوا معنا. وبنتقل بحطهم هون، نظبطهم بهالطريقة، بجيب أنا هون، شايفين شو عم بيصير؟ وبجي إذا بدي بعمل لهم هالحركة اللي أنا عم بعملها هون، إذا بدي، إذا ما بدكم تتعبوا ما حدا إله معكم، وكتير طيبين إذا بحطكم بالفرن حتى مع الخبز المطحون، يعني إحنا من العادة الخبز المطحون ما بنفوته على الفرن مثلا تنقول مع سفينة دجاج، لماذا؟ أو مع لحمة، لأنه الخبز دغري بيحترق بالفرن، فبتضل بقلبه مي، بس أنا هون عندي كل شيء بقلبه مستوي، فما عندي أي مشكلة. هيدي واحد، برجع بعمل هي تاني، يلا. كمان برجع بعمل نفس الموضوع اللي عملته قبل، بس هون لازم يكون بإيدي شو؟ شوية مي هيك، نرجع كمان هون يا شيف شادي بسرعة. نرجع على الطحينات، نشيل الطحين منك، نروح على البيض. انا حاططهم قدامكم هون مش حدي، انتم ما تعملوا هيك بس تكونوا عم تشتغلوا، حطوا كل الاشياء قدامكم، ما تبعدوها كثير. انا عامل هيك مشان تضل الكاميرا هي اللي مسيطره مش انا اللي مسيطر، اوكي؟ هون برجع
نكبس ونظبطهم حلوين على جنب. وبيجي انا هون اذا بدي برجع بعيد بعملهم بهالطريقه، وهالطريقه بتنعمل اكثر شيء اذا بدي شو حطهم بالفرن ما بدي اقليهم. طلعوا شو حلوين. رح بس هلا غسل ايدي نتفه صغيره حتى نجرب وحده منهم، اذا شفنا شكلها وجميله طلعت حلوه منكفي بالباقيين، ما طلعت حلوه يا احبائي بنرجع بننطر يبردوا شوي، لان انا عم بشتغل فيهم هن وشو هن وسخني. طيب اوكي بس قبل ما اطلع بريك او اوكي بريك دي تاني قص ورجعوا لي بسرعه. ما فرطت وانا عارف ما راح تفرط، اوكي؟ بس ممكن تفرط اذا كانت عن جد سخنه، نحن بردت عنا شوي صغيره، هل جابانيز ميت كروكيت او خلينا نسميهم كروكيت حلوين، كروكيت لحمه على نيون اليوم الشيف شادي، برجر للاولاد الصغار لحمه مع البطاطا شغله بعقله وبني حلوين بحبون الاولاد، مش ضروري نكتر منهم، مش كتير صحيين، قلت لكم قبل بشوي صغيره فينا نحطهم بالفرن للي بده، اذا عملنا هيك بناكل شقفه وحده مش اكثر. خلنا نشوف هلا هون عم نعمل وحده، رح ارجع انا اعمل غيرها، نرجع نرفعها بهالطريقه، واو شكلها هيك حلوين، رح ارجع انا اعمل وحده ثانيه بهالطريقه هون، رح اجي انزلها هيك، اطلع شوي صغيره انا عندي بالفرن يا شيف شادي هون، انا ولعت شوي صغيره هلا من فوق، اوكي؟ حتى ياخذوا لون من فوق هيك شوي، بطريقه انه نقدر اوكي ان نشوف كم وحده جاهزين، طلعوا شو صار انا عندي هون. رح ارجع انا هلا شيل هيدي صارت مستويه انا عندي هلا، رح شيلها هون رح احطها هيك هون وحده هون مستويه، اوكي؟ طلعوا فيها هون كل الاطراف تبعولها، اوكي؟ برجع انا هون عم بقلي كمان الثاني، ورح نعمل بعد وحده قدامكم، رح نعمل ثلاثه، نجي لا نعمل من هي حتى اللي ما شاف قبل يشوف، اوكي؟ بنعمل من هون رح نعمل، احط النار شوي، رجع لك نتفه صغيره، نجي انا هون بحط شوي صغيره قلي بالمي، برجع انا هون بجي بعمل وحده كبيره هيك بول حلوه، بجي بعملها بايدي هيك، طلعوا كيف بظبطها، بروح فيها على الطحينات، اوكي؟ رح يحترق عندي او احترقت عندي هيدي اللي بقلب الزيت، ما عليه، اوكي؟ لا مش ما عليه يا شادي، يلا هون ربناها، واو اوكي يلا جينا لهون برمناها بالبيض، اوكي؟ اخذت الفكره مزبوط، فيكم تعملوهم بولات صغار، يعني فينا هلا رح افرجيكم وحده، اوكي شو معناتها يعني، اوكي؟ بتجيبون لهون هيك بتزبطون مثل ما بدكم وبتعملوا الحركات اللي بدكم اياها، وفيكم ما تعملوا شيء بالخالص، يعني فيكم تجوا تزبطوا هيك وتجوا كمان تحطوها بهالطريقه، فيكم كمان تعملوا البول هيك، يعني فيني اجي انا اعمل بول صغير بولات، وبيجي انا بالبول كمان بيجي على الطحينات، والطحين بروح على البيض، من البيض بروح على الكعك المطحون او الكورن فليكس، اوكي؟ من بعد ما اعمل برجع انا بعملهم بهالطريقه حلوين، طلعوا صاروا حلوين، واجي هلا هون حطهم بالزيت، اوكي؟ في يكون الزيت كثير وفي يكون الزيت قليل، يعني فيكم تقلوا بزيت غزير مثل البطاطا، وفيكم تقلوا كمان بزيت عادي، انا رح هلا اشيل هون، واو شو حلوه، برجع بحطها هون حدنا. وشغلة حلوة رح قلكم اياها هلا، انا لما جربتها هذه الوصفة من دون ما تقلوها البطاطا يلي هي اوكي مخلوطة، يعني هيدي اللي انا بفرجيكم اياها هون، ولا اطيب منها اذا بتحطوها بصحن بتزينوها بشوية سماء زيت زيتون ونعناع، وبناكل حدا بصل كأنه عم ناكل كبة بطاطا بس مع اللحمة محل البرغل، جربوها. لك شو حلو كمان عم يطلع انا عندي هلا هون، رح اشتغل فيه انا بطريقه كمان سريعه، اوكي؟ صحيح انه الزيت حمي عندي كثير لانه نحن انطرنا شوي رح طلعنا بعيد بس ما عليه، ورح انا اجي هون اعمل شغله، اوكي؟ رح اعمل شغله وهي التالي، انه انا رح اجيب خبز هيك برجر، طلعوا قدامكم، رح اجي قص البرجر بهالطريقه، رح اجيب هلا صحن اثنين رح احطهم هون، واحد اثنين، هيدي رح احط عليها البرجر هون هيك، والثاني راح اجيب خبز ثاني راح احط واحد هون وواحد هون. طيب انا ممكن بهودي البولبيت اللي انا عملتهم هلا او بهودي الكروكيت اللي عملتهم اكلهم حطهم حد شو
اسحب اي نوع من البلايات اللي استعملهم ككونتور، يعني مثل كيف بستعمل الفاصوليا او بحط اللوبيا او بحط البطاطا او بحط شيء، ما عندي انا اي مشكله قدر انا استعمله. شو فيني اعمل؟ بس فيني كمان اجي احط لهم اياهم للاولاد. لك شو حلو كمان طلعت معي، رح شيلها للاولاد، حط اليوم بخبزه البرجر، وحدهم فيني حط او فوقهم فيني حط اي نوع من الصوص يلي بدي مع اي نوع من الخضره يلي بدي بخبزه البرجر او خبز فرنجي او حتى الخبز الباجيت العادي. لك شو رح اعمل انا؟ رح اجيب انا عندي مثلا تقول صوص كوكتيل، اوكي؟ جاي على بالي صوص كوكتيل، حط لهم اياها بهالطريقه. عندي مثلا جاي على بالي صوص ثاني اللي هي الاوكونومياكي محضرها مثلا بالبيت. كمان فيني انا اشتغل هيك، او مثلا تنقول اخذنا وحده ثانيه، رح نجيب نحن وحده ثالثه مثلا، سوري. عندي كمان صوص سويت اند ساور صوص، طلعوا هون وين سويت، هيدي سويت اند ساور صوص اللي انا كمان عملناها محطوطين بالبراد، طلعوا شو حلوين. شو بتعملوا انتم؟ وحده، واحد سخنين، اوعى، اثنين، ثلاثه، اوكي، ما تسكروا عليهم. كيف بس ناكل نحن البرجر مع كمان الموتزاريلا المقليه، فينا نشتغل هيدي الوصفه بهيدي الطريقه. المهم اخذنا فكره كيف بدنا نعملها، كيف بدنا نصنعها، كيف فينا نعملها بانيه، كيف فينا نعملهم دوائر صغار، كيف فينا كمان نحطهم بقلب البرجر، كيف فينا ناكلهم لوحدهم، كيف فينا نقدمهم مع زيت الزيتون والنعنع والسماء عليهم من فوق، شيء بيطول شفشف شبي. واو، خلصنا خلصنا. حلوين؟ حلوين ما هي؟ هيك احترقوا عندي، استويوا عندي، حلوين. هول رح نقلبهم بعد شوي، حطهم هون. وراح اجيب الثاني انا، بس انا خايف منه الثاني مثل العاده، اوكي احبائي، يعني هول اخذوا معنا نفس الوقت، فاكيد هيدا بده يكون بعده ني بقلبه. رح نحاول مثل العاده، انا بحاول لنشوف اذا بيقلب، ودائما بقول لكم انه هون ني، دائما. شو بدنا نعمل هونيك هلا؟ نجيب صحن بنقلب عليه، نقلب على صحن. خلينا نجيب شغله، مش صحن. نجيب نحن كمان مثل هالخشبة القص، رح نحطها نحن هون. نحن فينا نعمل هيك ما هيك؟ يا سلام، حبينا، مزبوط على القد، يعني أول مرة بستعملهم خفت إنه كذا، وفينا كمان يكونوا بهالطريقة. بدكم نقلبكم؟ تعال نعمل شغلة، يلا يعني. حط هيك كلهم سوا، أوكي؟ شفنا هون؟ زلو حلوين. هودي فينا نقدمهم هيك ونحط بقلبهم بول من البوزة، هيدي فينا نقدمها هيك ونحط عليها مثلا تنقول اوكي شوية سكر ناعم، هيدي فينا نقدمها هيك وبول من الفانيليا، او نحط بقلبها حبتين ثلاثة فريز مع كريم فريش، هيدي فينا نقدمها هيك ونحط على وجهها مثلا تنقول شوية كاكاو. انتوا اعملوا اللي بدكم، اوكي. هودي هول لكم شو حلوين، رح نحطهم انا هون هيك، ورح اجي هلا حاول اقلب الكيك الثاني نشوف كمان اذا بيقلب معنا. بدكم هون، كيف وضعك انت؟ اوكي، بدنا نشوف هون اذا بيقلب معنا على الصحن. انا بقول ني، هذيك المره كان معنا ني، هلا هيدي المره يعني شفتون طلعوا بيز، شفتوا الموضوع وين؟ بعد بده انه هول استويوا عندي هون، رح نقصهم الناس بتشوفوا لانهم صغار. فمشان هيك دائما الكلام اللي نحن بنقوله اوكي كلام مزبوط، طلع هون هيدي قصيناها. واو، عملكم شوي بتعقد، طلعوا بقلبها بتجنن. اما هون بعد نية، نحن اذا كنا هون نجي طلع هون استويت من برا، لكو شو حلوه، بس بعد نية من قلبها. هيدا الكيك بده مثل ما قلت انا مينيموم 20 دقيقة بالفرن، بعدين بدنا نشعل عليه من فوق حسب الكمية اللي بقلبهم. اما اذا عملناهم مافنز صغار بيعقدوا كتير حلوين وبيستوي اليوم. بليز حضروا هيدا نوع من كيك جوز الهند، وكمان ما بكلف شيء، كمان اليوم نحضر كمان الجابانيز ميت كروكيت. احبائي شكرا كتير لكم، بكره حلقة بعد اجمل من اليوم، ويعطيكم الف عافية. تابعوا.